بهذا الفيديو قدرت اخلي الذكاء الاصطناعي يعمل لعبه بروبلوكس. من فتره انا خليت الذكاء الاصطناعي يقترح لي اشياء اعدلها في لعبتي، وتقريبا انتم حبيتوا هاي الفكره كتير. قررت انه ليش ما اعملها مره ثانيه بروبلوكس. واذا بتلاحظوا انا صار لي فتره هيك عم نزل شورتات روبلوكس وشغلات عن روبلوكس. برنامج جدا معقد حرفيا، انت عم تعمل لعبه بنينجا جو. شو بعرفني، بعرف انه انا عصبت كتير ناس حاليا عم تتابع نينجا جو وهي الشغلات بالليجوز، بس اوكي. لا بس خلونا عن جد نكون صريحين، شو هذا البرنامج اللي قدامنا؟ واجهه جدا غريبه، يعني واجهه جودوت اسهل. مهم انا اول ما شفت هذا الشيء بلش شغل. طبعا كلنا بنعرف ان الذكاء الاصطناعي اول ما تحكي معاه بتحسه انسان طبيعي. رحت احكي لهذا الذكاء الاصطناعي انا شو لازم اعمل بهي اللعبه، شرحت له انه انا عم بعمل لعبه بروبلوكس وهيك، لكن رد علي بس باوكي. فهون انا صراحه حسيته كتير بارد وعم يتمسخر علي، فروحت بحكي معاه بعدين. بس حكيت هلا خلص لازم نظبط الحساب تبع روبلوكس. عملت حساب روبلوكس بسيط، بعدين فتحت، لما فتحت طلعت هاي الواجهه، عندي مليون ما بقدر استخدمه يا زلمه. شو هاد؟ حكيت يعني اي واحد نختار، اي واحد نختار، كلهم بيض. عرف شلون؟ بدنا اكثر واحد بيضي نخلي الذكاء الاصطناعي صعب يعمل فيه اي شيء. حطيت عيني على هذا المكان فيه عشب وهيك فاخترته، ولما فتحته طلعت اللعبه فيها جرافيكس احسن من العابي كلها يا زلمه. شو هاد؟ بعدين حطيت عيني هيك على اليسار تحت لقيت في بيت، لما سحبته فجاه رسبل لي بيت. انا متعود انه هاي الشغلات ما بتصير بسرعه هيك، فروبلوكس ستوديو عن جد رهيب. اذا هيك خلص انا حصير فان لروبلوكس اذا هيك. فلقيت انه البيت من جوا معبى اغراض وشغلات، وحرفيا بضغطه زر نرفع القبعه ونرفع كل شيء للروبلوكس ستوديو. المهم انه خلص هلا لازم نبلش عن جد. جربت هيك شويه باللعبه هيك، فلعبت فيها شوي، بعدين ضفت هيك اشياء عشوائيه مثل هذا الطريق اللي قدامكم، بعدين حسيت انه ما هو منيح فشلت وحذفت كل شيء، حذفت البيت وكل شيء هيك، خليت بس انا بهذا المكان الفاضي. بعدين ضفت سياره، ما بعرف ليش ضفت سياره بس ضفت سياره. بعدين وانا عم سوق هاي السياره ما بعرف شو صار، انتهت بشكل مو حلو. لكن بتعرف شو الحلو؟ توب 11 هي لعبه طابه لكل منصات جوال، وحتى متوفر على اي متصفح ممكن يخطر ببالك. توب 11 بتتيح لك انك تصنع ناديك الخاص واستادك الخاص واشياء كثيره تانية، اشياء ما بتنعد. واكثر شغله بتتيحها توب 11 كثير حلوه عجبتني هي الماتش ثلاثي الابعاد، بيخليك تشوف خططك بتيجي للحياه حرفيا في الجيم نفسه. توب 11 لعبه حاليا ال 260 مليون لاعب في انحاء العالم، تقدر تلعب مع اصحابك وتكونوا تيمات وتلعبوا ضد تيمات ثانيه من جميع انحاء العالم حرفيا. تقدر تعمل هذا مع عائلتك اصحابك وحتى زملائك. اللعبه مو ممله، ما بتضل تتكرر، كل موسم بيعملوا حدث جديد احسن من اللي قبله كمان، مثل الليج والكاب، حتى الشامبيونز ليج والسوبر ليج، حتى في جوائز بتصير لوقت محدود في فتره معينه بس، وهي الجوائز اللي بتيجي لفتره محدوده ما لها دخل في الاربع جوائز الطبيعيه اللي بتيجي باللعبه. بصراحه يعني هلا انا ما بعرف انت شو عم تستنى، ترى اللعبه بتلاقيها تحت بالكومنت او حتى بالوصف، فحملها اذا احد احلامك انك تعمل نادي طابه ناجح. بعدين حسيت حالي اني كتير ضايع، ما بعرف شو عم بعمل، اتوقع اني هيك استكشفت منيح هذا البرنامج، صار لازم اروح على الذكاء الصناعي اساله شو لازم اعمل. شرحت له هذا الشيء مره ثانيه واخيرا اعطاني شيء، حكى لي اعمل جبال وكهوف وهي الشغلات، وانا حكيت هون اوه فكره رهيبه، اعمل مدينه واخلي فيه كهوف وفيها اشياء تبحث عنها وتدور عليها. فتحت فورا روبلوكس ستوديو بمكان هيك اسمه ترين اديتور، هذا الترين اديتور يعني بيعدل لك الجبل وهي الشغلات. قعدت العب فيه شوي هيك اخبص بالاعدادات وبلش تحميل، لما بلش تحميل اختفى كل شيء تحتي، لكن فجاه اكتشفت انه هو عم يبني حاليا الكهوف والجبال ويظبطها، بس ما بعرف ليش هيك عم يحمل كثير. كنت حرفيا على 5 اف بي اس، كنت عم علق كثير كثير، اخر شيء زبطت، ولما زبطت كان طلع بشكل بيغزي يا زلمه. شو هاد؟ كنت متوقع رح تكون جبال وهاي وما بعرف شو، طلعت اخر شيء من جولي شيك. حتى محطه البنزين اللي كان بدي اياها تكون رهيبه وهيك بطلت شكلها حلو، صارت بيض. فهون استسلمت ومسحت كل شيء وكنسلت. بعدين رحت مره تانية ادور على شيء تاني، حكيت انه ما رح ينفع نبني اي شيء حرفيا، لازم مثل يونيتي نبلش معنا صفر. فمسحت كل شيء، مسحت كل شيء، بعدين ضليت بهذا المكان الفاضي الفارغ تماما. حطيت مربع هيك بسيط وحطيت عليه سبان بوينت، هذا السبان بوينت على اساس انه لما تموت ترجع تصفى مره تانية. بعرف ما بده شرح بس ما بعرف ليش هيك شكله، تقول عالم شيطان. بس اول ما جربت اللعبه تواجهت لي اكبر مشكله، ما بعرف ليش هيك عم يقع الجاذبيه. حكت اوكي لازم اشتغل انا هلا، يعني من كل الاوقات اللي الجاذبيه بتكون فيها بالبرامج هي مخفيه وكل شيء بيطير، فجاه هيك قررت تشتغل ويقع، هي مؤامره عن جد. بس خلص لقيت اخيرا الحل وحليت، صارت تطير. طلع حرفيا بس هذا اللي على اليمين لازم اشغله اللي اسمه انشرد، انا مش بعرفني. ولما جربت لقيت انه حرفيا النطه جدا بعيده، وقعت ومتت. عرفت انه انا لازم اخلي النطه اخف شوي، قربت شوي بعدين جربت اني انط كمان وقعت مره ثانيه. يعني اوكي خلص، هو ما بعرف، انا ما بعرف اذا انا النوب ولا هي اللي كتير بعيده، بس راح اقربها هيك شوي، نعتبر انه انتم نوبز مثلي، راح اقرب لكم اياها شوي. بس هيك يعني مره ثانيه حاولت العبها، حسيت انه شوي بيض المكان. شو هاد يا زلمه؟ هيك اشياء مربعات بيضة. حكيت كنسل كنسل، كنسلت المشروع كامل. هلا حسيت حالي عن جد عن جد عندي القدره اني ابدا هذا الشيء واخلي الذكاء الاصطناعي يظبطه. فتحت مره ثانيه روبلوكس ستوديو كبس شيء اسمه اوبي، هاد بيرسم لك عن جد اوريدي بمكان عالي وكل شيء بيطير فيه. لما فتحت لقيت
لقيت فيه عقبات وشغلات وهيك. جربته شوي ولقيته عن جد حلو وممتع، فيه اضافات كتير حلوه ممكن اضيفها. فاول ما بلشت مسحت هيك جزء منه بسيط، بعدين رحت للذكاء الاصطناعي قلت له شو اعمل، حكى لي انه اضيف كم جزيره زياده بعدين تروح على اليسار، ما بعرف ليش بالضبط على اليسار بس حكى لي خليها تروح على اليسار. فضفت هيك جزيره زياده وخليتها تروح على اليسار، قعدت ابني فيها. بعدين هيك حسيت انه اوكي بعد هيك شو ممكن نعمل، حكى لي انه خلي فيه هيك بيت طائر عشوائي لما تروح على اليسار ويكون جواته في شخص قاعد. فهذا اللي عملته، عملت بيت هيك مكون من جدار وارض، حطيت فيه الام بي سي تبع النوب، يعني بدي احس انه انا مو وحيد في هذا العالم. بعدين عملت هيك طريق بسيط طويل، قعدت احط فيه عقبات حمراء مشان انه ارفع الضغط الناس، مع انه متاكد انه هذا اسهل باركور في الحياه، بس يعني شو بدنا نعمل. جربته قبل ما اوصل على المكان هداك وقعت، فاستسلمت وحكيت خلص ما راح اكمل. المهم هيك صار شكله بالاخير، شكله رهيب، مكان بيض صراحه يعني. بس خلص تعالوا نشوف اذا الذكاء الصناعي هالمره ما راح يخيب من املنا ونقدر نعمل شيء رهيب بروبلكس. حكى لي اعمل غرفه ثانيه ويكون فيها شخصيه ميته، يعني ما اوكي ما بلكي يكون عن جد عم يبني بمخيله وهيك ما هو عشوائي. رحت عملت هذا المكان البسيط وحطيت هاي الشخصيه اللي لقيتها تحت على اليسار بهذا الشيء، المكان اللي اسمه تول بوكس. في فولينج جاي ديد جاي، ليش في ليزر جن؟ مو مهم، المهم انه اخيرا حطيت هذا الشيء بالنص وهيك. بعدين حكى لي الذكاء الصناعي اعمل جزيره واحط فيها واحد خايف. انا عن جد هلا بلشت خاف، بدي اذا بنجمع الامور مع بعضها ونقدر نستنتج انه هذا ما هو شيء طبيعي، ما في ذكاء اصطناعي راح يقول لك تعمل هاي الشغلات كلها. بس خلص يعني خلص راح زبط لك اياها، لا تزعل. حطيت شيء اسمه ساد باكون بيكن صح باكون. المهم حطيت هذا الشيء هون وحطيت عنده سبان بوينت لانه حسيت انه انا كتير غبي من شوي لما وقعت باللقطه هاي، فلازم نظبط ونحل المشكله اللي انا وقعت مشانها. حطيت سبان بوينت اخيرا، يعني ما بصير نخسر مره ثانيه. عيب لما حطيت الساد باكون بيكن قررت اني اروح مره ثانيه اسال الذكاء الاصطناعي شو ممكن اعمل. ولما رحت سالته شو ممكن اعمل حكى لي اضيف شارع. يعني انا هلا مو وين عم تروح القصه، انا عن جد بطلت عارف بالضبط احنا وين رايحين. مو مهم خلاص نكتب بالتول بوكس شارع ونطلعه. حطينا الشارع زبطناه خليناه جزء من الباركور الغبي الغريب هذا. بعدين مرة تانية حكى لي الذكاء الاصطناعي انه اضيف بيوت وشقق. ضفت هذا البيت عاد زبطه هيك، حطيته بالطول وزبطته على الشارع الطاير بنص السماء الباركور. ما احنا ما بعرف شو عم نعمل حاليا بالضبط، لكن المهم زبطته هيك صار شكله. فان شاء الله هالمرة يحكي لنا شيء منيح. حكى لي اضيف جدران، اوكي خلاص بنضيف جدران. انا ما بعرف شو مصير، عاد هيك احوط الجدران بشكل بسيط حوالي الماب، حاولت امط شوي صعب تصير هيك شوي ثيك، ما بدنا هذا الشيء يصير. فصغرته مره ثانيه واستسلمت وما بدي اعمل حركات يونيتي، وخليت هيك مثل البيب الصغير اللي ما بيعرف شيء لاني حمار بهذا البرنامج، عمله كالناس الطبيعيه واعمل له نسخ. فنسخته ولصقته فجاه رصبا فوق ما بعرف ليش، فنزلته لتحت مثل الشطور. بعدين نسخت الاثنين وزبطتهم المهم انه عملت سور. ما لازم بعرف انه شيء غبي اني اشرح كيف عم بعمل سور، بس شو اعمل اذا هذا البرنامج معقد وبانك تعمل سور ياخذ وقت اكثر من انك تعمل مشروع في الحياه الحقيقيه وتطلع منه مصاري وتصير غني. فبعد ما خلصت هذا السور البيض الاحمر حسيت انه صار وقت نجرب، ويب صراحه كان شكله رهيب. ما بعرف شو عم بعمل، عم حاول اتسلق البناء هذا، يعني ما عندي اي شيء اعمل في حياتي، قاعد عم بعمل لعبه بروبلوكس بالذكاء الصناعي وعشان اخر شيء اروح اعمل فيديو يوتيوب. هالمره عن جد يعني الذكاء الصناعي لازم ما يخيب املنا، كتير 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 خبصنا يا جماعه. بس هلا عن جد عن جد عن جد هلا الموضوع حكيت للذكاء الصناعي بكل ادب انه خلص هلا انه صار كتير في افكار بيض، اتمنى انه يغير ويعمل لي افكار شوي حماسيه وتسوي شوي اكشن مع اللاعبين ما تكون كتير بيض. فاول ما بعدته قعد هيك يحمل شوي، بعدين لا اسلحه شو ليش اسلحه، انا حكيتك حماسيه بس مو تصير اسلحه لهالدرجة. انا ما بعرف ليش هلا لازم نضيف اسلحه، شكله تحمس شوي، انا ما حكيت يضيف اسلحه، انه حماسيه تصير اللعبه مو يعني تضيف اسلحه. رح نعمل اللي عم يطلبوا منا ونعمل اسلحه. فحطيت هذا السلاح، بعدين قعدت اتفنن شوي بالتول بوكس، اكتب جن واطلع اشياء كتير، قعدت احط هاي الاسلحه. بعدين طلع لي بورتال جن، حطيت البورتال جن بلكي يكون نلعب بورتال هلا يعوض الغباء اللي عم يصير. بعدين حطيت صواريخ هيك ما بعرف اذا حتشتغل، بس حطيتها هون اذا ما شغلت حتكون شكل. بعدين قعدت احاول الاقي شيء هيك يقدر يغير الشكل تبع اللاعبين لمحارب عسكري، بس ما قدرت الاقي، كل شيء عم احطه عم يطلع غريب مثل هالدول الاغرب من حياتي. فخلص كنسلت الموضوع. هلا عندي لكم شغله، يوتيوبر جديد بلش وراح يعمل محتوى ترفيه عن كمال الاجسام، راح يعمل فيديو قريب انه هو يدربني ليوم كامل بشكل احترافي، وانا ابدا ما هو احترافي باي شيء في حياتي. فبدي يشوف الاشياء والاعياد اللي راح تصير، بيقدر يشوف قناته تحت بالديسكربشن، روحوا اشتركوا عنده ترى حداني. انت قديش قولتك كم متابع بيجي؟ 2000 2000 2000 صعب. حداك يجي 1000 صعب. 1000 1000 بس 1000 شو 1000 1000 متابع بيجيك 2000 3000 طيب ورجيك قديش بتحكي رامي؟ والله شوف انا بتوقع 500 مو اكثر من 500 500 نعم 1000 سامعين الحكي؟ 500 خلوه يشوف قديش بصير في دعم. مو مهم ما علينا. هلا رحت اسال الذكاء الصناعي وحكى لي انه اضيف مطار، فكتبت بالتول بوكس مطار، ولما سحبته وطف ليش هيك عبى الماب؟ اوكي بدنا نهدي شوي مو لهالدرجه يكون كبير. كنسلت فكره المطار وخليته مطار بسيط مبسط، خليت فيه هيك طريقه المطار هذا الريل واي هذا اللي قدامكم، الطريق اللي بتطلع عليه الطياره. بعدين جبت له هيك تاور او عمود، قعدت ظبطه هيك مشان يكون عمود المراه.
المراقبة تبع المطار. لما حطيته بمكانه وزبطته لقيت في أمر تحت على اليمين. مين هاد أنا؟ شو عم بعمل أنا هون؟ المهم إنه هلا فكرت إني لازم أضيف طيارة. لما حطيتها على المكان اكتشفت إنه حرفين إذا مشت لقدام راح يخبطوا جناحاتها بالأشياء اللي أنا حاطة قدامه وراح يكون انفجار عظيم كبير بيض. بعد شوي برج المراقبة مشان يبعد للطيارة وهي عم تطير. فهون نحن بنكون جاهزين نجرب هذا الكوكتيل اللي عمله الذكاء الاصطناعي. يعني أنا خلص ما راح أقول. عدت ألعب الباركور وعدت أموت كتير. أنط هيك أموت من هون أنزل هون. أول ما قرص بنأنزل تحت وأختفي. لا ولما رسبنت رجعت رحت بالطريق المعاكس. عم بمشي بالباركور اللي أنا صنعته بالطريق المعاكس وما حسيت حالي. بعدين هيك مثل الغبي حكيت أوه أنا ماشي بطريق الغلط غيرت اتجاه. لهالدرجة أنتوا عارفين قديش أنا غبي بروبلوكس لازم ما ألعب هاي اللعبة أبدا. المهم رحت عند الأسلحة وقعدت أحاول أجربها. جربت البورتال جن وعن جد كان عم يشتغل مثل البورتال ما بعرف كيف. هاي الشغلات بتتبرمج صح؟ إذا بتتبرمج جعبالي أجرب هيك عم شي مرة شغلة. بعدين جربت السلاح اللي بعده كان عم يطلع صوت. بعدين مسكت سلاح تاني وما كان يطلع صوت أبدا. كان صوت واحد عم يضرب بانيو بالحمام لأنه ما لقى الشامبو. سو انا هون اكتشفت انه الشغلات اللي حطيتها بالمطار وقعت. كيف هذا الشيء صار؟ ليش الجاذبيه احيانا بتشتغل احيانا؟ شو في؟ فوقفت تغري اللعب وبعدين رحت حطيت مكان تمشي عليه الطياره. جبت هاي الشغلات المربعه ووسعتها على الاخير ومطيتها على الاخير. المهم انه هلا بلشت اللعبه ورحت هيك لعند الطياره. ركبت اول شيء بمكان غلط بعدين ركبت مكان غلط مره ثانيه بعدين ركبت مكان غلط مره ثالثه بعدين ركبت مكان لا عم بمزح المره ركبت مكان الصح. المهم اول ما ركبت الطياره عملت 360 نو سكوب غيرت اتجاهها تماما. انا ليش حاطط الطريق وما الأخير مشان آخر شيء تلف لهذا الجهة. هي آخر مرة بجرب شيء جديد ذكاء اصطناعي. المرة الجاية إذا بدي أعمل لعبة بروبلوكس بعملها بنفسي وخلص. حتى حاول أطير بالطيارة لقيتها عم تبوس الأرض وتتأقلم. ما عم تأقلع حتى. بعدين اكتشفت إنه لازم أكبس فوق على هاي الأزرار. المهم إنه أخيراً طارت وهي عم تطير فجأة. ما بصير يا أخي شو عم بصير؟ ليش انفجر انفجار نووي؟ انا ما بعرف شو هذا الشيء اللي صار بس حغطيه بشيء رهيب. اوكي اذا انت مبرمج العاب على الموبايل على البي سي على روبلوكس على سكراتش على اي شيء اي برمجه مهما كانت حتى لو كانت تعديل تقدر تشارك معنا بفعاليه رح نعملها بسيرفر ديسكورد. اب سيرفر ديسكورد تاعي تحت بالديسكربشن. اللي رح نعمله انه رح نجيب 100 مبرمج وكمان يوتيوبرز مبرمجين مشاهير ممكن انت تعرفهم ورح نتجمع كلنا ونعمل لعبه. كل واحد رح يعمل لعبه بنفسه وكل واحد رح يسجل حتى انتوا رح تسجلوا هيك البي سي تبعكم التسجيل عشان تطلعوا بالمقطع كمان. واخر شيء صاحب احلى لعبه خلال الساعه هاي اللي رح تستمر اللعبة فقط خلال ساعة رح ياخد 1,000,000 كريدت بالديسكورد. فإذا انت حاب تشارك حتى لو ما لازم تفوز بس هيك حاب تشارك وتطلع بالمقطع وتشوفني وتحكي معي تعال شارك. اول ما تفوت اعمل تيكت احكي مع الادمنز يشرحوا لك كيف تقدر تشارك. بس هاد كان المقطع يلا باي. اخر مرة بعمل لعبة روبلوكس.